بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبنات طلاب الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله ده هيكون تاني درس لنا في الجغرافيا اللي بتكلم عن المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية مما تتكون المجموعة الشمسية؟ المجموعة الشمسية بتكون من إيه يا أولاد؟ بتكون لي عندي من الشمس اللي هي مركز المجموعة الشمسية، وكواكب المجموعة الشمسية اللي هم 8 اللي بيدوروا حول الشمس، والشمس هي النجم الوحيد في المجموعة الشمسية. تمام كده؟ يبقى المجموعة الشمسية بتتكون من الشمس وكواكب المجموعة الشمسية. الشمس ثابتة والكواكب بتدور حول الشمس. طب تعالوا معانا ناخد نبذة مختصرة كده عن الشمس. الشمس طبعاً عرفنا إن هي مركز المجموعة الشمسية، وهي النجم الوحيد في المجموعة الشمسية، مفيش نجوم تاني. تمام؟ الشمس مالها؟ كرة ملتهبة تشع ضوء وحرارة، لأن إحنا عارفين النجوم يا ولاد عبارة عن إيه؟ عن غازات. تمام؟ احنا اتفقنا ان النجوم بتتكون من غازات، يبقى الشمس كرة ملتهبة بتشع ضوء وحرارة. يعني هي مصدر الضوء والحرارة فين؟ في مجموعة الشمسية. تمام كده؟ طيب. الشمس نجم متوسط الحجم، لو كبير ولو صغير، بس بالرغم من ذلك فهو بيساوي حجم الشمس بيساوي مليون مرة من حجم الكرة الأرضية. تمام كده يا أولاد؟ يبقى نجم الشمس نجم متوسط الحجم، وعلى الرغم من ذلك فهو بيساوي مليون مرة من حجم الأرض. الشمس بيكون أقرب النجوم إلى كوكب الأرض. تمام كده يا أولاد؟ يبقى تاني، الشمس بيكون مركز المجموعة الشمسية وهي النجم الوحيد في المجموعة. اتنين، هو عبارة عن كرة ملتهبة بتشع ضوء وحرارة، أو هو مصدر الضوء والحرارة، لأن طبعاً الشمس بتتكون من مواد غازية. الشمس النجم متوسط الحجم، رغم ذلك إن هو حجمه بيساوي مليون مرة من حجم الأرض، وهو أقرب النجوم إلى كوكب الأرض. طيب، يقول لي بما تفسر الشمس مصدر الحياة على كوكب الأرض. ليه الشمس اللي هي مصدر الحياة على كوكب الأرض؟ لأن الشمس بتمد كوكب الأرض بالضوء والإيه يا أولاد؟ والحرارة. تمام كده؟ طيب، كواكب المجموعة الشمسية يا أولاد، عدد كواكب المجموعة الشمسية 8 كواكب. تمام؟ كواكب المجموعة الشمسية عددهم 8 كواكب. إحنا عارفين أربع كواكب داخلية أو الكواكب الأرضية هم أربعة، وأربعة خارجية اللي هي الكواكب الخارجية. إحنا عارفين إن الكواكب بتدور حول الشمس، يعني الشمس ثابتة والكواكب هي بتدور حول الشمس. بتدور حولها منين يا أولاد؟ من الغرب إلى الشرق، من الغرب إلى الشرق، يعني عكس عقارب الساعة. الساعة بتلف كده، هي بتلف كده. تمام؟ يبقى تدور الشمس، تدور الكواكب حول الشمس من الغرب إلى الشرق عكس عقارب الساعة. في إيه يا أولاد؟ في مدارات أو أفلاك بيضاوية، زي ما إحنا شايفين كده شكل بيضاوي، مدارات أو أفلاك أهي. يجي لي السؤال يقول لي بما تفسر لا تتصادم الكواكب مع بعضها. ليه الكواكب ما بتصادمش مع بعضها؟ ليه يا أولاد؟ علشان كل كوكب عندي بيدور أهو بسرعة مقدرة منظمة، في فلك أو مدار خاص به، لا بيميل ولا بينحرف عنه. يبقى يقول لي بما تفسر لا تتصادم الكواكب مع بعضها؟ أقول له لأن كل كوكب بيدور بسرعة مقدرة ومنظمة في فلك أو مدار أو مسار محدد، لا يميل ولا ينحرف عنه. تمام كده يا أولاد؟ السؤال ده مهم جدا. لا تتصادم الكواكب مع بعضها لأن كل كوكب بيدور بسرعة مقدرة ومنظمة في فلك اللي هو ده، اللي هو ده، أو مدار لا يميل ولا ينحرف عنه، زي قضيب القطر ماشي عليه ما بينحرفش. تمام كده؟ طيب، تنقسم كواكب المجموعة الشمسية إلى، قلت مجموعة كواكب داخلية اللي بسميها الكواكب الأرضية، ومجموعة الكواكب الخارجية. الكواكب الداخلية والخارجية بيفصل بينهم عدد من الكويكبات الصغيرة اللي بسميه حزام الكويكبات. يبقى أنا عندي بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية عدد صغير بين الكويكبات ديت، عدد كبير من الكويكبات الصغيرة بسميه حزام الكويكبات، لأنه هو بياخد لي شكل حزام. تمام يا أولاد؟ ده اسمه حزام الكويكبات. طيب، تعالوا مع بعض هنتعرف على مجموعة الكواكب الداخلية. مجموعة الكواكب الداخلية عرفت إن هم أربع كواكب، اللي هما ايه يا ولاد؟ كوكب عطارد، أقرب الكواكب للشمس، الزهرة، الأرض، المريخ. يبقى كواكب المجموعة الداخلية أو الكواكب الأرضية عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ.
اهو عطارد، الزهره، الارض، المريخ. خصائصها الكواكب دي يا اولاد بتتكون من ايه؟ بتتكون من مواد صلبه، من مواد صخريه صلبه مشابهه للارض، عشان كده بطلق عليها ايه؟ الكواكب الارضيه. طيب حجمها ايه؟ صغيره ولا كبيره؟ حجمها صغير. طيب هل هي سريعه الدوران ولا بطيئه الدوران؟ لا، سريعه الدوران. تمام كده يا اولاد؟ طيب دي مجموعه الكواكب دي يا اولاد الداخلية. يبقى كواكب صلبة تتكون من مواد صخرية مشابهة للأرض، هي الكواكب الأقرب للشمس عشان كده بتستمد أكبر كمية ضوء وحرارة، أحجامها صغيرة، سريعة الدوران حول الشمس. تمام كده؟ طيب أما مجموعة الكواكب الخارجية هي الكواكب الأبعد عن الشمس، بعيدة عن الشمس. النتائج المترتبة على ذلك بعيد عن الشمس يعني هتتلقى كمية ضئيلة أو صغيرة من الطاقة الشمسية. زي إيه الكواكب دي؟ زي المشتري اللي هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وعندي زحل، وعندي أورانوس، وعندي نبتون. تمام؟ المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. طيب خصائص الكواكب دي يا أولاد، الكواكب دي تتكون معظمها من مواد غازية. وفي سؤال يقول لي أوجه التشابه بين الكواكب الخارجية والنجوم، او تتشابه الكواكب الخارجيه مع النجوم، في ايه يا اولاد؟ في تكوينها، دي بتتكون من مواد غازيه والنجوم بتتكون من مواد غازيه زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات اللي هو ايه يا اولاد؟ اللي كان بيتكلم عندي عن النجوم. تمام كده؟ يبقى كواكب المجموعه الخارجيه بتتكون من مواد غازيه، احجامها كبيره، ما احنا شايفين اهو الحجم، شايفين؟ طيب عشان كبيره بتكون بطيئه الدوران حول ايه يا اولاد؟ حول الشمس، وبتكون ابعد عن الشمس، عشان كده بتتلقى كميه صغيره جدا من ضوء وحراره الايه؟ الشمس. دي بالنسبه للكواكب دي يا اولاد، الكواكب الخارجيه. طيب كوكب بلوتو، ايه موضوع كوكب بلوتو؟ احنا عارفين ان كان الاول عدد كواكب المجموعه الشمسيه كنا بنقول هما 9 كواكب والشمس، كانوا 9 كواكب. لكن في احد المؤتمرات الجغرافيه في براغ اللي هي عاصمه الدوله التشيكيه، اللي حصل ان هم اعلنوا خروج كوكب بلوتو من المجموعه الشمسيه. ليه؟ لان العلماء وجدوا ان عدم توفر الشروط التي تجعل منه كوكبا ايه؟ من كواكب المجموعه الشمسيه. ليه يا اولاد الكلام ده؟ لانه كوكب صغير جدا في الحجم، صغير جدا، وكمان اختلاف مساره عن باقي الكواكب المجموعه الشمسيه. يبقى اعلن في العاصمه التشيكيه براغ في احدى المؤتمرات الجغرافيه عام 2006 خروج كوكب بلوتو من المجموعه الشمسيه. ليه؟ لعدم توفر الشروط التي تجعل منه كوكبا من كواكب المجموعه الشمسيه. ايه الاسباب؟ صغر حجمه الشديد، حجمه صغير جدا، وكمان اختلاف مساره عن باقي الكواكب. تمام كده يا اولاد؟ طيب طب تعالوا مع بعض هنتعرف بقى على مجموعه الكواكب الداخليه اللي هما ايه؟ اول كوكب في المجموعه الداخليه اللي هو كوكب عطارد. كوكب عطارد بيتم دورته حول الشمس او السنه على سطحه كل 88 يوم، يعني بيدور بسرعه كبيره جدا. يبقى بيكمل دورته حول الشمس كل 88 يوم، يعني كل 88 يوم ده بيمثل لي سنه ارضيه. تمام يا اولاد؟ اهم ما يميزه ان هو اقرب الكواكب للشمس. طب عشان هو اقرب الكواكب للشمس، النتائج المترتبه على ذلك ايه؟ النتائج المترتبه على ذلك ان هو شديد الحراره، بيستمد اكبر كميه ايه؟ حراره منين ايه يا اولاد؟ من الشمس. كمان اللي بيميزه ان هو اصغر كواكب المجموعه الشمسيه حجم، صغير. تمام كده؟ ده كوكب ايه يا اولاد؟ كوكب عطارد. الكوكب اللي بعد كده اللي هو كوكب ايه يا اولاد؟ كوكب الزهره. كوكب الزهره مدة دورانه حول الشمس، بيدور حول الشمس او السنه على سطحه بتعادل كل 225 يوم من ايام الارض. يبقى بيدور حول الشمس كل 225 يوم، يعني السنه على سطحه كل 225 يوم بيمثل لي سنه ارضيه. اللي بيميزه وجود غلاف غازي متماسك حول هذا الكوكب، غلاف غازي متماسك يصعب اختراقه، عشان كده كان صعب على العلماء تحديد مدة دورانه حول نفسه، عشان صعب اختراق هذا الغلاف الغازي. الكوكب ده بيطلق عليه توأم الأرض، بما تفسر يطلق على كوكب الأرض اللي كوكب الزهرة توأم الأرض.
لأنه بيتقارب مع كوكب الأرض في الكتلة والحجم والكثافة، تمام كده يا أولاد؟ يسمى توأم الأرض لأنه يتقارب مع كوكب الأرض في الكتلة والحجم والإيه والكثافة. ده كان تاني كوكب لينا من كواكب المجموعة الداخلية أو الإيه الكواكب الأرضية. تالت كوكب عندي وأجمل الكواكب اللي هو كوكب الأرض. يبقى كوكب الأرض أجمل الكواكب اللي بتشاهدها في الفضاء. بيدور حول نفسه، احنا عارفين حول الشمس كل 365 يوم وربع، تمام؟ لكن هو طبعا بيدور حول نفسه كل ايه يا اولاد؟ كل 24 ساعة عشان ظاهرة الليل والنهار. يبقى بيدور حول نفسه كل 300 حول الشمس كل 365 يوم وربع، يعني دي السنة على أرضه كل 365 يوم وربع بيمثل سنة. اللي بيميز الكوكب ده ان هو بيدور حوله قمر واحد اللي هو التابع الوحيد، تمام؟ وبيسمى وبيطلق عليه الكوكب المائي. ليه بيطلق عليه الكوكب المائي؟ لان الماء بيشغل فيه 70.7%. بصوا كده كل الازرق ده ميه، يبقى بيمثل الماء على كوكب الارض 70.7% عشان كده يطلق عليه الكوكب المائي، وهو اجمل الكواكب في المجموعه الشمسيه. اخر كوكب عندي في مجموعه الكواكب الداخليه اللي هو كوكب المريخ، اللي بيطلق عليه الكوكب الاحمر. الكوكب ده بيدور حول الشمس او السنه على سطحه كل 687 يوم. 687 يوم عشان ما تغلطش، 7 8 6، 687 يوم من ايام الارض، يعني كل 687 يوم بيكمل دوره حول بيكمل دوره حول الشمس، دي السنه على الارض. اللي بيميز الكوكب ده هو اصغر حجما من كوكب الارض. اللي بيميزه او بيطلق عليه الكوكب الاحمر. ليه بيطلق عليه الكوكب الاحمر؟ لان تربته غنيه باكاسيد الحديد الحمراء اللون، عشان كده بيطلقوا عليه اللون الايه الاحمر. يبقى كوكب المريخ بيطلق عليه اللون الاحمر او كوكب الاحمر بسبب غنية تربته باكاسيد الحديد الايه الحمراء. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر وهنكمل الكواكب الخارجيه الحصه الجايه. بشكركم والى اللقاء.